طبس. ذكرت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية استمرار توريد القمح المحلي من المزارعين، خاصة بعد زيادة سعر توريد القمح المحلي إلى 1500 جنيه للإردب. وأكدت الغرفة ارتفاع معدلات التوريد لما يقرب من 3,800,000 طن قمح محلي حتى الآن، لافتة إلى أن البورصة السلعية ساهمت أيضا بشكل كبير في توفير الأقماح للمطاحن بأسعار عادلة وأقل من الأسواق.